اللقاح الإلزامي الذي كان من المحرمات أصبح الآن واقعاً في النمسا بعد أن أقره البرلمان النمساوي بأغلبية 80%. فكيف بدأت القصة؟ عندما أعلن المستشار النمساوي السابق ألكسندر شالنبرغ التطعيم الإجباري في قمة الولايات الفيدرالية في تيرول، وذلك في 19 من نوفمبر 2021، قدمت الحكومة النمساوية الأحد الماضي مسودة القانون العام الإجباري المعدل للتطعيم ضد كورونا. اعتبارا من فبراير سيتم تطبيق التطعيم الإجباري بداية من سن 18 مع وجود استثناءات للحوامل والذين تعافوا لمدة تصل إلى 6 أشهر، وأي شخص لا يمكن تطعيمه لأسباب طبية. وسيسمح فقط لمسؤولي الصحة العامة وأطباء الأوبئة المصادقة على هذا الاستثناء، ويغرم أي شخص يصدر شهادات مزورة حتى 7200 يورو. ويأتي التطعيم الإجباري على 3 مراحل. تبدأ المرحلة الأولى في بداية شهر فبراير، وفي هذه المرحلة الأولية يتم إبلاغ كل شخص كتابة حتى 15 مارس، وفي 16 مارس تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة المراقبة، حيث يصبح التطعيم الإجباري جريمة يحاكم عليها، وتتم المراقبة والسيطرة دون استثناء بما في ذلك الغرامات. وفي تلك المرحلة ستفرض غرامات تتراوح من 600 يورو على أساس ربع سنوي وأقصاها 3600 يورو سنوياً. وبعد 2 أسبوع من صدور الأمر الجزائي يمكن تجنب العقوبة بأخذ اللقاح، ولا يوجد سجن بديل عن الغرامة. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الطوارئ، وستظل معلقة وفقاً للناحية الوبائية ووجود خطر تحميل على النظام الصحي فوق طاقته. وفي هذه المرحلة تكون مواعيد التطعيم والعقوبات محددة، وإذا لم يتم الامتثال لها فهناك غرامات تلقائية في حال عدم الامتثال لموعد التطعيم. ويهدف القانون الذي سينتهي بحلول 31 من ديسمبر 2024 إلى الوصول إلى تغطية تطعيمية تزيد عن 90% وفقاً لوزارة الصحة. وكمكافئ للتطعيم الإلزامي أقرت الحكومة مكافأة تطعيم لكل الملقحين، وهي عبارة عن سحب على قسيمة بقيمة 500 يورو يمكن صرفها في محلات البيع بالتجزئة وقطاع الطهي والفنادق، وسيتم منحها حوالي 1.5 مليون مرة، أي أن شخص من كل 10 يحصل على المكافأة، وتبلغ التكاليف لهذا المشروع حوالي 1.4 مليار يورو، وسيبدأ السحب عليها بداية من 15 مارس. وقد شهد القرار استنكارا شديدا من رئيس حزب الحرية هابت كيكل، واعدا البرلمان بعدم تلقيه اللقاح، وبأن السياسيين سيعاقبهم الشارع. ومنذ تقديم الحكومة برئاسة كالنهما مسودة القرار، شهد الشارع مظاهرات مستنكرة القرار، والتي استمرت طيلة يوم تشريعه في البرلمان النمساوي. وفي رد فعل أولي أعلن قرابة 4000 مدرس عن إضرابهم عن العمل في حال إقراره، ولا أحد يستطيع التكهن بشكل المرحلة المقبلة. فهل ستشهد النمسا حالة من العنف بسبب رافض اللقاح؟ والحكومة، هذا ما سنشاهده في مرحلة تنفيذ القانون، ولمن ستكون الكلمة العليا؟ كنت معكم أنا ريم، إلى اللقاء.